يلجأ بعض مخرجي السينما لحيل تصويرية لإيصال الحالة النفسية التي يمر بها أحد شخصيات العمل إلى المشاهد، منها عندما يمر أحد بحالة من القلق الشديد أو المرض، أو يمر بصدمة نفسية شديدة بمواجهة ما لم يتوقعه. خلال 10 ثوان تلتقط الكاميرا ما يحدث حوله بحركة بطيئة جداً، حيث يتضاعف الشعور بأي شيء وكل شيء من حوله، حركة الناس، حديثهم له، باب يغلق، عقارب ساعة تتحرك، مروحة تدور، كوب شاي يكاد ينزلق، ضحكة في آخر الرواق، ذبابة تطن، كل شيء مضاعف في تأثيره. أكثر ما أراه يعبر عن تلك الحالة هو قول محمد مستجاب: أخطر ما في المرض ليس الألم، إنما الإنصات الشديد لما يحدث. أختبر ذلك الآن بالضبط، الإنصات الشديد لما يحدث، حيث الحرارة المرتفعة تجعلني غير قادر على الاشتباك مع ذلك الذي يحدث، لكني في الوقت نفسه مدرك لكل تفاصيله إدراكا مزعجا. يمر الوقت ببطء شديد فلا أكاد أميزه، أفقد السيطرة على أي روتين يومي. النقاط الأساسية على خط الوقت هي مواقيت العلاج، غير ذلك لا طائل منه. كتابة هذه الجمل البسيطة لم تكن ممكنة داخل دوامات الحرارة المرتفعة، فقط عندما استطعت الخروج منها اليوم.